تنطلق يوم غد منافسات بطولة بغداد بالقوة الجوية للنساء بفئتي الشابات والمتقدمات بمشاركة أكثر من 4 أندية. رئيس اتحاد بغداد ربيع محمد قال إن اتحاده يسعى إلى رفع عدد من الأندية التي تشارك في البطولات المحلية من أجل زيادة عدد اللاعبات، مشيرا إلى أن العام الحالي 2018 سيشهد بطولتين مهمتين، الأولى فرع عربية في المغرب في شهر تشرين الأول المقبل، وكذلك منافسات بطولة آسيا في الفلبين شهر تشرين الثاني المقبل.